بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه بولو أربعة بولوكات، باش نوريكم المكونات نتاعها والمحرك، وهي من غير محرك يعني داخل السيارة. هذه سيارة جابها يعني واحد باش نبدلو لها المحرك نتاعها، ونغتنم الفرصة نوريكم الحالات اللي موجودة مكان المحرك. نبدو ديما نبدو بالسكاتو الكريميير اللي هي هذه اسيستي، لكن لقينا فيها التيوب هكا جعب راهي معناتها تمشي بالزيت. هذا يسموه احنا سيليكتور دو فيتيس، هذا اللي يعدي الغيارات او الفيتاسات في الجير او في علب السرعه او في البوات، بوات الفيتاس او في الكامبيو. عندنا هذا سيبور نتاع الجنب، عندنا هنا ضم زوز كاردونات، هنا كاردون يمين كاردون يسار، هذا خروج الدخان اللي هو الشكمون. عندنا من هنا سيرفو نتاع الفرامل، عندنا هنا هذه علبه خزان الفرامل، خزان زيت الفرامل، هذا خزان الماء تاع الريزيتور. هذا من هنا عندنا يعني دخول الماء وخروج الماء السخون تاع الشوفاج. عندنا من هنا تاع كيماتيزر اللي هي تاع المكيف، خروج الغاز ودخول الغاز لوسط السياره. عندنا من هنا هذه علبه الزيت نتاع الدراوليك نتاع الاسيستي نقولوا احنا. عندنا من هنا هذه المحرك نتاع المكيف اللي هو طبعا يركب في الموتور، يعني لهذا اللي يدور الغاز وسط السياره. عندنا طبعا فيها راديتير نتاع ماء وراديتير نتاع مكيف، ومروحه طبعا تجي في المكان هذا. عندنا هنا هذا السيبور نتاع يقعد عليه الموتور على اليسار يعني يمين السياره، وهذا السيبور تقعد عليه البوات اللي هي علبه السرعه من هنا. وطبعا هذا مكان البطري، وهذا الفيزيبلوات يجوا فوق البطري. عندنا هذه علبه الماء نتاع المساحات. هذه كل الحاجات الموجوده في طبعا هذه معروفه نسموها احنا البرسو، اللي هي الصال التحتية اللي تقعد عليها السيارة ويركبوا فيها كل الحاجات المكونات السيارة من لوطا. عندنا هذايا محرك نتاع بولو أربعة القديم اللي هو مكسر، يعني ما فيش يعني كان يمشي ثلاثة سلندر وتعب على الأخر ويدخن ياكل زيت، يعني فيه مشكلة كبيرة. جابها طبعا السيد هذايا باش يغيره له يعني لواحد آخر. تو هذا الموتور اللي باش نركبوه له إن شاء الله على البولو، نشوف فيه نضيف ما شاء الله. يعني نعطيكم بسط عليه. هذوما الشمعات من هنا، البوجيات هذه من هنا، البوبينه من هنا، الديسكو البلاتو والفولوموتير، هذا الدميرر، هنا الدميرر، هذا الكولكتور، هذه الفراشه كور بابيون. هذوما طبعا من هنا الانجكتيرات، كاين انجكتيرات هنا. هذا من هنا، هذا بلف التبخير نتاعها اللي هو سموه الفلير، هذا يبقى في التبخير يخرج من هنا حتى هنا. فيها اثنين، هي فيها واحد كبير هنا وفيها واحد جويد هنا صغير، فيها اثنين. هذا هنا مصب نتاع الزيت، هذا هنا جوج نتاع الزيت، هنا سيبور، هنا طبعا البولي والانترناتير والكليماتيزير كلهم يشوفوا في البارتي هذه المكيف. هذا يعني بسطة صغيرة. الشان مكانها كل واحد لازم نفكوا السيبور هذايا نتاع الموتور من فوق، هذايا يعني داخل تحت، داخله تحت منه الشان، داخل تحت منه الحزام يعني. ثلاثة بنات شدوه
نجدو الشان الكروه نتاعنا، هذه الشان تاع الكروه باش نجيبوها على جديد ونركبوها نفس الشيء كما حفكينا كما ركب. هو من الاحسن ديما الانسان يبدل مضخه الماء معاها والطندير معاها، لكن هو ظروفه اذا كان الظروف ما تسمحش هون يرد باله. وكاو جبنا جديده، هذه جديده الريفرنس نتاعها اللي هي هذه، تو باش نركبها هيكل قدام. تبدا من اللوطه كانت حبك هكا، وتعدي على الطندر هذا، تكي على الطندر هذا، وبعد تجيبها على المضخه نتاع الماء، وبعد تجيبها من هنا على على البنيون. عمليه سهله ما فيها شيء طبعا، وتكون ريباريت في بلاصتهم، ان انت ما دورتهاش، الموتور قاعد في مكان هنا، هذه واحده والاخرى هنا، تيتون هذه على الجرح هذا، يعني عمليه سهله. تو باش ندور الطوندير حسب المكان اللي يكون فيه، اللي لازم يكون فيه هذا. ندوروه لين يجي في المكان نتاعو اللي هو هنا، هذا شفتوه العكس، يجي هكا، ندور ديما على اليمين، دور على اليمين كانك تروح. هنا عنده لسان، عنده هنا لسان فلاش قبل فلاش هذا خوه، فلاش قبل خوه، هنا لسان قبل الفلاش هذاك، هناك صورة واحد هكاك ولا عادي، لا تخليش يدور منك ديما، سايس روحك ما تخليش يدور منك باش ما يغلبكش، اعمل دورة كاملة ولا هكاك مكبوسة برشا. عندنا لسان مقابل لسان، لازم يكون ممكن صار واحد هنا، شفتو من لسان هذا مقابل السق هذاك، ونعملو دورة كاملة للمحرك، شوفو يعني يدور عادي ولا دوروه دورتين ثلاثة أربعة كاكا في الفارغ باش نثبتوا اللي الكلاج نتاعنا والمسبوه نتاعنا صحيح ولا هكاك يكون لاباس، ورجعوا للقطاع نتاعنا. ان شاء الله تنفعكم حركه هكا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.